لا شيء سوى سقوط قتلى وجرحى جراء الجموح لدى الإخوان نحو العنف المنظم والفوضى العارمة، ذلك ما أسفرت عنه تظاهرات الاثنين التي شلت حركة المرور في ميدان رمسيس وكوبري 6 أكتوبر وإشعال النيران فيها. قوات الأمن وبعد فشل محاولتها في إقناع المتظاهرين بالعدول عن استخدام أعمال العنف في تظاهراتهم، وصلت إلى طريق مسدود ليصل الأمر إلى الاعتداء على أفرادها من قبل جماعة الإخوان، وهو ما أجبرها على الرد بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. التوتر السياسي لا يزال في تصاعد قبيل الاتفاق على تشكيل الحكومة التي من المتوقع إعلانها خلال الساعات المقبلة، في الوقت الذي أصدرت فيه النيابة قرارا بتجميد أرصدة قيادة الإخوان بتهمة التحريض على القتل. في ظل ذلك التوتر والتصعيد، حذرت المؤسسة العسكرية القوى المتشددة من استخدام العنف في تظاهراتها الاحتجاجية داعية إلى الاستجابة لصوت الشعب.